إذن مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل في كل مكان، هكذا ينطلق في هذه اللحظات ومع هذا تواصل الشوط السادس عشر وهو الخاص للجعدان المهجنات لسن اللقاية والمسافة 5 كيلومترات. على بركة الله وتوفيق مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط ونذهب إياكم مباشرة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هناك بداية الشوط مع تقدم كايف على المركز الأول، يحضر شعار سعيد بن ضحي بن خليفة آل كعبي على البداية الأولى، ومع تقدم كايف في المركز الأول. المركز الثاني وصل شعار بن حمودة مع شاهين لحمودة بن محمد بن علي بن حمودة الاكتبي القادم مع المركز الثاني، وثالث المراكز هنا متعب لسان بن محمد بن خدوم الدهماني على المركز الثالث، وفي رابع المراكز اللي هو سياف لسعاد المصبح بن سعيد العجيد الاكتبي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل ذيبان القادم مع المركز الخامس بشعار ابو حمد محمد بن حمد بن سعيد المنصوري القادم في خامس المراكز، لياتي مع ذيبان على المركز الخامس في هذا التحدي. وفي المركز السادس وصل هناك مدهم لسالم بن سعيد بن العجيد الاكتبي على المركز السادس. سابع المراكز نقل علي بن راشد بن عبد الله بن علي المزروعي على المركز السابع، وفي ثامن المراكز مناور لطالب بن عبد الله بن خميس الشامسي على المركز الثامن، وفي تاسع المراكز القادم صوغان لطناف راشد بن محمد بن طناف القايدي على المركز التاسع، وفي المركز العاشر لأنهي هذا النداء مع وجود نبه القادم على المركز العاشر بشعار علي بن حمودة بن محمد بن حمودة الاكتبي القادم على عاشر المراكز في هذا الشوط. إذن هكذا هي النتيجة للأسماء المتجولة والمنطلقة في هذا التحدي. ومع انطلاقة هذا الشوط بنرجع إلى المقدمة وبنتابع الصدارة والمركز الأول. هذا هو كايف يتقدم على بداية الشوط لسعيد بن ضحي بن خليفة آل كعبي الذي يدفع باسم كايف والذي يواصل هذا الأداء المتميز على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول كايف لسعيد بن ضحي بن خليفة آل كعبي من ينفرد مع الصدارة ويتواجد على بداية الشوط حتى هذه اللحظات في المركز الأول. المركز الثاني هناك القادم مشاهدينا الكرام، القادم متعب على ثاني المراكز في هذه التحديات لسالم بن محمد بن خدوم الدهماني، وصل شعار الدهماني الحاضر على ثاني المراكز في هذا الانطلاق. وفي المركز الثالث مناور اللي قادم على ثالث المراكز لطالب بن عبد الله بن خميس الشامسي على المركز الثالث، وفي رابع المراكز هناك القادم مشاهدي الكرام مدهم لسالم بن سعيد بن عجيد الاكتبي على المركز الرابع، وفي خامس المراكز اقترب الآن ثيبان لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري القادم على المركز الخامس، وفي سادس المراكز سادس الأسماء هناك القادم والمنطلقة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام على سادس المراكز الحاضر في هذا الشوط. وبهذا الانطلاق الرائع وصل نجلة علي براشد بن عبد الله المزروعي المركز الخامس، وفي سادس المراكز سياف لسعاد مصبح بن سعيد العجيد الاكتبي القادم هناك بحضور سياف الذي يحتل المركز السابع في هذه الانطلاقة. وبهذا التواجد
للشعارات المنطلقة في هذا الحضور المميز. نعود إلى بداية الشوط وإلى المركز الأول، نتابع التحديات والإثارة هناك على المركز الأول على بداية الشوط. وفي المركز الأول مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام، هناك مع البداية الأولى ينطلق كايف، كايف المتقدم، كايف المتصدر لسعيد بن ضحي بن خليفة. آل كعبي يدفع بهذا الاسم هناك مع بداية الشوط، ولكن المركز الثاني وصل متعب القادم مع ثاني المراكز، متعب لسالم بن محمد بن خدوم الدهماني، وصل شعار الدهماني القادم مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث وصل ثيبان القادم مع ثالث المراكز لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري القادم في ثالث المراكز في هذه الانطلاقة المثيرة والتحدي الرائع الذي نتابعه. وإياكم في هذه المعركة القوية، في هذه المعركة القوية نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول. انطلق كايف على بداية هذا الشوط وعلى المركز الأول بدأ يفتتح آخر الكيلو والمتر الأخير هناك مع تقدم كايف على المركز الأول سعيد بن ضحي بن خليفة آل كعبي، ولكن وصل هناك مشاهدين الكرام متعب القادم مع المركز الثاني لسالم بن محمد بن خدوم الدهماني. وفي المركز الثالث الله يا سلام وصل ذيبان القادم مع المركز الثالث، وعينه على الصدارة على المركز الأول لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري القادم في ثاني المراكز، أحد ممثلين الفاية يقدم هذا الشعار وهذا الاسم بانطلاقة ذيبان في ثاني المراكز. واللحظات الأخيرة اللحظات القليلة هناك البداية مع كايف على المركز الأول لسعيد بن ضحي بن خليفة آل كعبي المنطلق في بداية الشوط ومع بداية التحدي، ولكن ذيبان القادم مع المركز الثاني لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري. واللحظات الأخيرة إذا تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقة إلى مالكي كايف سعيد بن ضحي بن خليفة آل كعبي الذي قدم هذا الأداء المميز. ولحظات الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني ذيبان محمد بن حمد بن سعيد المنصوري. وفي المركز الثالث كان الوصول لمشاهدينا على عزاء في ثالث المراكز في هذه الانطلاقة من قبل اللي هو متعب لسالم بن محمد بن خدوم الدهماني من حلة في المركز الثالث. ورابع المراكز نجد علي براشد بن عبد الله المزروعي، والخامس اللي هو مداوم لسعيد بن سعيد سالم بن سعيد بالعجيد الاكتبي. التوقيت الزمني 7:59 و79 جزءا من الثانية هو